لا عايز اقوله لكم، حتة الارض اللي كانت عندي انا بعتها حتة حتة عشان اصرف عليكم واعيشكم في المستوى اللي انتوا فيه ده. خلصت الفلوس، بدأت استلف، اتدينت. يعني احنا السبب دلوقتي. وفي يعني ثواني ثواني، يعني انت بتقول انك اتدينت؟ المشكلة أحسن مش في الدين، المصيبة في الشيطان اللي طلع لي من جوه الدين. شيطان ايه يعني؟ مش فاهم. خلاص بقى، ما عادلوش لازمة الكلام، خلص. لا ليه لازمة؟ كل حاجة دلوقتي لازم تتعرف. كده انت متجوز من اكتر من 20 سنة ومخلف شحط بتقول ان هو اخويا. لو في حاجة تانية قولها عشان نلحق نصلحها. أنا كل اللي نفسي فيه إن الذنب اللي أنا عملته أنتوا ما تشيلوهوش، أنا بس اللي أشيله. طب يا حبيبي احكي لنا، احكي لنا الموضوع شكله كبير. دين ايه اللي طلع لك منه شيطان؟ مين الراجل ده يعني؟ أنا كل اللي أعرفه عنه إن اسمه مسعد، ورقمه معايا على تليفوني، أنا مسجله باسم قضية، يعني هتلاقي مكتوب كده مسعد قضية. قضيت ايه؟ قضية حبيبك كردي اللي اتمسك فيها صفوة مصباح. انت ايه علاقتك بقضية حبيب الكردي؟ أنا ما سبتش الطب الشرعي. يعني عامل حاجة في التقرير؟ حاجة أكبر من التقرير كمان. أنا خدت شعر منه وحطيته بين ضوافرها. خدت نصيبي. بتتكلم بجد؟ أنا محكوم عليه بالإعدام. عارف، أنا يوم ما رحت المحكمة وشفت القاضي وهو بيحكم عليه بالإعدام، وقعت من طولي وحسيت إن ربنا بدأ يقتص مني بقى. عشان كده أنا أول ما أخرج من المستشفى هروح على طول على النيابة وأعترف بكل حاجة. النيابة هتصدق واحد مرتشي ليه معهوش دليل؟ لا، أنا عندي دليل. دليل يدين مسعد واللي مشغلين مسعد كمان. هو ده الشيطان يا حسين. خير يا سي زفت، وانت ما بيجيش من وراك الخير. عمر سيادتك يا باشا. ايه؟ عمر سيادتك يا باشا معاه دليل يورطنا وناوي يقدمه للنيابه، بس مش دي المشكله، لان انا عارف اتصرف معاك كويس قوي. وايه المشكله يا حالتك؟ مشكلة سعادتك انه حكى لاولاده، بس انا مش متاكد اذا كان قال لهم على مكان الدليل ولا لسه. طب ما يحكي لهم، الحكاوي كتير، وطول ما الحكايه ملهاش دليل محدش يصدقها. تحب سعادتك اخلص عليهم؟ تخلص على مين يا بني ادم؟ هو انت ايه؟ القتل عندك لعبه؟ دي عيال صغيره ممكن تكسبهم باي حاجه، بقرشين، بلاوي الدراع، المهم تحط عينك عليهم وتعرف هم ناويين على ايه. مش انت بتقول لي انك مش متاكد ان هو قال لهم ولا لا؟ يعني العيال دي ممكن ما يبقوش عارفين اي حاجه ومظلومين وما لهمش اي ذنب. يرضيك يا مسعد تقتل حد ملوش ذنب؟ استغفر الله العظيم يا باشا، انا ما يجيليش نوم ساعات خالص. المهم دلوقتي عايزين نعرف شايل الدليل فين ونوصل له قبلهم. اهو بس هو حكى لهم يا باشا. ما يحكي لهم يا اخي. اقول لك 100 مره، حكايات من غير دليل والحكايات كتير، والحكايه اللي من غير دليل صعب انك تصدقها. فهمت؟ تشاش. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.